الله يرضى عليك يا ابني يا عصام. اهلنا وناسنا هنيك بالمزرعه والله بيضحكون. شو بدك تساوي؟ خايف يا خاشو. دخيلك يا اخي دخيلك. لا تركوني بدي اذبحه واشرب من دمه. تركوني روح ووعد شرف ما حدا بينأذى بالمزرعه. الله يخليك اتركه ابني اتركه. مين بيصدق مستبيح العرض؟ خلصوني يا جماعة وقلكن 10 دهبات حلال زلال. هدول مجرمين وأنا ضابط خيالة مندوب السلطان. أنا خاشو. السلطان. أنتم مين؟ طمن بالك هلا بتعرف نحن مين. كل هذا صار قبل ما نيجي والله يستر من يلي بده يصير. بس بتعرفي هذا اللي اسمه عصام طلع بضاي كتير. يعني أمنا من تحت الدلف لتحت المزرعة. ولا همك ورح تشوفي بكره بدهم يمشوا مثل الكلاب المسعوره. ولوين بدهم يروحوا؟ رايحين على ضيعتكم. ضيعتنا؟ عندهم شغل مع الاغا رستم. لك يا جماعه انتم ما بتحبوا الذهب؟ 20 30 40 50 لقد ما بدكم بعطيكم. تعال يا اخ. انت رح ترجع للمزرعه. ارجع للمزرعه؟ لشو؟ الموت هنيك. تعمل اللي عم قلك عليه. بتروح للمزرعة بتجيب معك كل شي فيه نسوان وأطفال وختايرية وبغال وطنابر ومونة بتجيبهم وبترجع. والخيالة عصام ما حكى لك عنه؟ هذا الكلب مبين له قيمة. مالكن شايفين بدلته فيها شرايط. اسمع شو عم قلك. أي حدا بيحاول يعترض سبيلك بتهدد بدبحه. حاضر. جواد لوين بده يروحوا؟ عندي شام. النسوان والولاد والاختيارية؟ اسمع يا بدر، الناس الفقراء هلا مثل المي الداشرة، سواقي مي صغيرة، بس إذا تجمعت بتصير نار، ورفع الظلم والطغيان مثل السد. متخيل معي لما كل الفقراء والمظاليم ورا السد وبيتعبى مي، ساعتها إذا الرفع بصير طوفان. تجنني فعلا. ساعات بلاقيك عبقري وساعات مجنون. كم واحد في بجواتك؟ ملاك وشيطان شاعر. كم واحد في بجواتك؟ تعا يا اخ. يلا تيسر للمزرعة. ابي تيسر نحن عم نستناك. يلا يا سيدنا. انا اهم شي بحياتي رضاك فلا تحرمني منه. وجنابكم الرفيع بتعرفوا إخلاصي لمولانا السلطان المعظم والميرة بحياتي ما تخلفت عنها. واللي ظهر من بنتك عجوري. يا سيدنا مشان بنتي كل القصة إنه. وفي قصة؟ نعم يا سيدي بنتي. بنتك دافعت عن مجرم قتل خيال بيسوى بلد. يا سيدي بنتي في خلل بعقلها، أحيانا بتتصرف من دون إدراك ومن دون وعي، والشي اللي شفته جنابك اليوم يعني شي من هالنوع. شوف عجوري، الحب والحبل وركوب الجمل واللي بيطلع الجبل أربعة ما بيخفوا عن حدا. شو يعني سيدي؟ بنتك بتحب هالمجرم عصام. لا سيدي لا، الخلل اللي بعقلها ما بوصلها لهيك شيء. وصلت وخلصت عجوري. حاسس انه نحن بورطة ولازم نتعاون. شو قصدك؟ مو شايف كيف الوضع مكركب؟ بلا شايف. خلينا نهرب. سعاد والخالي زينب. يا غشيم، سعاد وزينب ضيوف العجوري وهو كفيل بحمايتهم. عدلي شو عم تحكي؟ انا شامم ريحة موت. صدقني شامم ريحة موت. Thank you.
إذا بدك روح لحالك، أنا ما بترك سعاد هون. بحبك يا سواري بس مو قد زندي. رايح رح خليك لجنانك. اختي لا تخافي، ما في شيء بيخوف. ماشي. استهدي بالله يا مسعود وصلي على النبي. اللهم صلي وسلم عليه. لوين اخذ هالفلاحين؟ لمين تاركين هالارض؟ للبوم، للغربان. فرمان السلطان عم يقول انه الارض الك. تاركي لك اياها. بس يا مسعود، الناس عم ياكلوا من هالارض؟ الخير خير الله. عم نطالعه بسواعدنا. بلشتوا تحرمونا اياه. لا وشو؟ بدكم تحرمونا شرفنا وتهتكوا عرضنا. خليك عاقل يا مسعود، خليك عاقل. الناس بتموت من الجوع. رزق الله كتير وبلاد الله واسعة. حريتنا وكرامتنا وعرضنا أكبر بكتير من كام حبة قمح عم تطلع لنا بعد ما منبق الدم تعب وعرق وشقة. اسمع مسعود، خلي عصام يقتلوا لهالكلب خاشو. ايه خليه يقتلوا، وبس يروح على المجيب هيك بترجع انت وابنك وبنتك معززين مكرمين. لا. ولك ليش لا؟ لانه عمري ما صدقت انه لك دين غير تكديس المال وهاتك اعراض الناس. انخرب بيتي يا بيك، الفلاحين تركوا الارض. شلون انا هلا بدي اقدم ميرة السلطان؟ شلون؟ راحوا يا بيك راحوا. انا عندي سلامة خاشو هي الاهم. بس يا بيك، الفلاحين ما رح يتركوا خاشو بحال سبيله. عاشوري؟ نعم يا بيك. انت واحد سافل. شو صاير برا؟ طلع عصام قدها وقدود. شو عمل؟ خلى كل الفلاحين يتركوا الأرض ويلحقوا. سعاد بعتتني مشان خبرك انه هي ناطرتك ورا البيت. روحي انتي. نعيم. سعاد انتي بخير؟
أنا بخير. وأمك؟ أمي نايمة، باين عليها ارتاحت شوي. نعيم أنا قولي. أنا بدي أقول لك سر، بس أوعى تقول لعدلي. عدلي الخسيس هرب على الضيعة. يعني صفيت لحالك؟ لا أنا مو لحالي، أنا معك أنت حبيبة قلبي. قولي لي هلأ شو السر؟ الطنبور. شو بالطنبور؟ بديك تخلي عينك عليه. ليش؟ أبي حط الذهبات بالبقجة، والبقجة هلأ بقلب الطنبور. كل اللي كانوا بالمزرعة؟ ايه هدول كل المساكين ومالهم غير الله. بتساوي اللي بيقول لك عليه بدر. انت لوين رايح؟ ان شاء الله بتنقلع. يا ست سعاد ان شاء الله ما تضلي عنيده، صار بعتني لعندك 3 مرات. قالتي له ان امه مريضه وقاعده جنبه وما بتقدر تتركها. قلت له بس بده اياك تروحي لعنده. سعاد اسمعي مني، امي روحي لعنده بس مو على حساب كرامتي، انا ماني جاري عند اللي خلفه. خليكي مطمنه، ما حدا بيمس شعره من راسك، بعدين انا رح كون قاعده جنبك. أنا أعطيت كلمتي، وعدته أن يرجع له خالش وطيب. شلون تحسن توفي لهيك ناس؟ أنا اللي بدي أوفي ما هنين. لما الطيب يوفي وعده لواحد عاطل، يكون الطيب عمل طيب، والعاطل يصطفل يبقى عاطل. ما رح خليك تأذيه أبداً. ها عصام، سمع الشي اللي عم يطلبه منك أبوك. بدك يعني أترك الكلب السهران يعيش؟ إذا قتلته رح يلحقوكم الخيالي. بعدين أنت رايح معي، رايح تنفذ مهمة أهم بكتير من قتل خاشو. يلا فكوا. لك عندي وحده،
مين بيعرف؟ يمكن يجي يوم ورد لك يا. التفاحة مثل الدنيا كلها، نصها للخانم يلي القمر بيخدمها والنص التاني إلي أنا، وصلتي على بلاد الشام كلها. لوين؟ الآن على أمي. اللي مثلك قمر مصور وزهرة فواحة ما بصير تتكدر وتقلع على حدا. بس هي أمي. حتى لو كانت أمك. عجوري؟ نعم سيدي. فهمها للست الغوالي مين أنا. السلطان ورجاله والعجوري صاحب المزرعة وبنته. وسعاد وين؟ سعاد جوا بالغرفة. سيدي الطنبور اختفى وما في اي اثر لشاب اللي اسمه نعيم. لازم تروح يا نايم، سعاد محتاج لك بوقت تاني ومكان تاني. أنا بدي ضل معك. قلت لك روح.
راجعين مرة تانية خايبين ما هيك؟ ولك إذا بنت مالك قدران تلاقيها شو قاعد عم تعمل أنت وجارك؟ أكل ومرعى وقلة صرعى. يا أخي فتشنا الضيعة كلها، فتشناها بيت بيت، فتشنا بيت عدتوم، غرفة غرفة، زاوية زاوية، فتشنا الأبو، فتشنا السطح، لا حس ولا خبر يا أخي. يعني بنت عدتوم تركت الضيعة؟ هيا يا أخي سمعت هيك شيء؟ شو سمعت؟ سمعت إنه هربت هي ونعيم ابن حريشو ومعها أمها. هربت مع ابن الزبال. طيب انا امبارح سالت عن عدلي وينه. عدلي دورنا عليه وسالنا عنه بس امه قالت انه طفش وهرب، بس انا متاكد ان امه كذابه. شو قصدك؟ لاني اللي فهمته يا اغا انه عدلي ونعيم كانوا سوا. ها ها عدلي ونعيم. جيب لي عدتهم. حاضر يا عم. سيدنا الأغا طالبك. أنا وبرهو؟ لا لحالك. طمني خداري. على شو بدي طمنك؟ يعني ما عرفت شو بده مني، شو بده يعمل فيني؟ لك لاحق تعرف كل شيء، هلأ بتسمع وبتشوف. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. بكر افتح. سعاد وامه. يا سيدي شلون بدي اعرف وانا محبوس تحت بالابو؟ لما بعدت خضيري ليجيبك لعندي كنت محزم اغراضك وبدك ترحل انت وعيلتك. سيدي رجالك فتشوا بيتي؟ ما لقوا شيء. والاغراض المحزنه؟ ولا شيء. وين راحت سعاد؟ يا سيدي بشو بدي احلف لك حتى تصدقني؟ طلعت الشيطان بالضيعة، خلت الناس يجنوا، ومرتي وبنتي منهم هربوا. على الأرجح هرب. بس وين بدهم يكونوا راحوا؟ سيدي إلا ما يرجعوا. خضيري. نعم سيدي. ما لي قادر أدعس راس الكلب. خدوا على الحبس. ما بتطلعوا لحد قال لك. يا امرك سيدي. امشي ولا امشي.
مصيبة، الطنبور، الذهب، يا مصيبتي. أنا بس بدي أعرف نعيم وين راح بالطنبور. ولك سعاد، نعيمي بيعرف شو في بالطنبور. ايه يا امي، انا قلت له بس لينتبه. راح ابن الزبال بالذهب. لا يا امي، نعيم ما بيعملها. عملها وخلص. هيك بده ابوكي، رباكي على الغشمني، وما عدتي تعرفي انه الذهب بيعمي عيون الرجال. امي نعيم بيحبني ما بيعملها. يلعن ابو الحب، لمعت الذهب اقوى يا سعاد. شو اخبار جواد؟ طول الليل رابطينه جنب النار بس ما حدا قرب صوبه. زعلانة مشيرة؟ كل شيء صار بسبب يابي. لا 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 تكفري يا بنتي، استغفر الله العظيم، مو بسببك ابدا، بسبب كرامتنا وشرفنا الغالي. بعدين ما في حد زعلان لانه تركنا العيشة بمزرعة العجوري، بس كنا عايشين ومرتاحين. انا عيشة يا بنتي، انا عيشة، كانت فرشتنا المهانة والذل والقهر، والحافنا الشقى والتعتير، ومخدتنا الجوع والدموع. تذكري يوم المرحومة أمك داخت من ريحة شوي اللحمة بمزرعة العجوري، كانت مشتهية سيخ لحمة ما قدرت تجيب لها إياه، زتنا كرش ذبيحة، كل الضيعات قسمت كرش ذبيحة، ولحقنا سيخ طعميته لأمك، كانت مشتهية اللحمة. يا بنتي يا ما سهرت وأنا عم أبكي، شو حيت العاجز غير دموعه؟ ما راح نرجع لمزرعة العجوري أبدا. يلا يا بنتي يلا. كفي ناس استراحة، خلينا نمشي مشان نصل على ضوء. ماشي. أكثر من مرة، شايف البيك شو بده يعمل بجواد؟ بده يحبسه بقفص. اسمه جواد؟ ايه. لوين بدهم ياخدوه؟ باين عليه بده ياخدوه معه. لوين؟ عضيعتنا؟ ويمكن للأستانة، يمكن بده يقدم هدية للسلطان مشان يتفرج عليه مثل أي حيوان نادر. ما تزعلي، مو أحسن ما يقتلوه. Thank you.
شو ناوي تعمل فيها المجيبة؟ هذا شغلي أنا. بدك تاخده معك؟ شو السؤال؟ بعد كل التعب بدك ياني خلي لك يا؟ هي دخيلك يا المجيبة، خده معك. هذا شيطان، هذا مو بشر. يا بيك بوس ايدك، بوس ايدك يا بيك. لا يا سعاد، اسمع يا المجي، اذا الملاك بست ايدك لحط لك يا بوس ايدك يا بيك. جواد انسان طيب، طيب كتير، بترجاك لا تعمل فيه هيك. بوس ايدك يا بيك. اطمني، ما رح اقتله. ما رح تقتله؟ بدك تزله؟ لا اقتله، انا عم اطلب منك تقتله، ولا تخليه يفرج للناس كلها. اقتله انت، روحي حضري حالك لانه رح تسافري معنا. شو عملتي يا مجنونة؟ فوتي لجوا. تتذكر ليلة اللي خلق هالوحش رستو؟ ليلة لعينة ما بتنتسى. خلق رستوم وبنتي والأحدب ابن عبد الودود بليلة وحدة. مين قادر ينسى هديك الليلة؟ قديش كنا حيوانات. قلنا عن ابن عبد الودود إنه شيطان، طلع الشيطان والمجرم والوحش رستوم ابن دحام. ليش الأغا دحام بيجي من سليلته غير كل وحش وشيطان؟ اسمع مني، نام وريح جسمك وبلالك هالحكي. لا بدي احكي. رستو مصيبه وبنتي مصيبه والاحدب مصيبه، اجوا بليله المصايب. ليش في حدا قادر ينسى اللي صار هديك الليله؟ فوق تحت وسط. شبك عالدوم؟ شايفك عم تخرف. شغل عقلك البرهوم، خليك فهيم. فوق رستوم ابن دحام، وتحت الشيطان الأحدب ابن عبد الودود، وبالوسط بنتي. يعني المصايب بس تجي ما بتعرف لا فوق ولا تحت ولا وسط، تجي على الكل سوا. عقال وفهم علي، ارمي الخنجر لبرات القفص، احسن ما احرقك انت والقفص بمطرعك. قولي لي حبيبتي شو اللي صاير برا؟ بدنا نحرق الاحدب هو والقفص. مستحيل. سعاد لوين رايحه؟ شو لوين رايحه؟ مو سمعان بدي نحرق جواد؟ جواد اجى من جاني، شلون بدك تقعد تحرقه؟ ولك بنتي شو بدنا بهالقصه؟ هلا تركينا بالمصيبه اللي نحن فيها. سعاد انت حيرتيني، كاني فهمت انك بتحبي نعيم. شو القصه؟ ايه انا بحبه لنعيم. لكن فكري بنعيم وين راح. أنا بعرف وين راح وليش راح. يا أمي فهموني، فهموني، أنا ما عم بقدر فهم حدا شو إحساسي تجاه جواد. أنا نفسي مو فهماني. جواد المجي بيك، أنا مستعدة روح معك بس بشرط تتركه لجواد. شو قلتي؟ أنت مو بدك يعني روح معك؟ مزبوط، أنا مستعدة بس تتركه لجواد. شو مفتكرة أنه رحيلك معي بحاجة لموافقتك؟ مين بده يمنعني عنك؟ إذا ما بيرمي الخنجر برات القفص وبحطك معه بحرقكم انتو اثنين سوا.
عبدوم تحكي وين بنتك يا اما بخليك مسخرة الضيعة كلها. سيدي بوس ايدك لا تبهدلني، المرحوم والدك كان صاحبي. اعمل لك وين بنتك؟ ما بعرف ما بعرف. ما بتعرف. خضيري مور يا اغا. شوف شغلك، دوروا الضيعة كلها على بين ما لاقي له الموتة يلي بيشتهيها. تأمر يا اغا. هز راسك سمعنا جراسك، هز! ايه ايه شو هذا اللي عم اسمعه؟ ثورة ضد السلطان. لك فيو عمي صحوه، هذا سلطان، الله خلقه سلطان، شلون بدنا نعمل ثورة ضده؟ وبعدين طاعة السلطان من طاعة الرب. يا أخ مسعود، اللي عم يصير غضب من رب العالمين. خليني فهمك بس. شو بدك تفهمني؟ عم اسمع بالتم المليان، ثورة ضد السلطان. يا أخ مسعود، الله سبحانه وتعالى خلق السلطان وخلق كل شيء كمان، يعني ما خلق السلطان وبس. كويس، قولوا لي السلطان بإذن مين صار سلطان؟ ما بإذن رب العالمين؟ لك عمي هذا كفر، كفر. انت فهمان الكفر غلط يا اخ مسعود، ما حدا منا الا مؤمن بالله عز وجل وبرسوله صلوات الله عليه وسلم. الكفر هو الشرك بالله، وحاشا لرب العالمين انه يقبل بالظلم. اصلا نحن مفروض علينا انه نكافح الظلم، وانت شفت شفت بعينك كيف واحد دنا من أدناب السلطان حاول يغتصب بنتك. نال جزاته، كل عنز معلق بكرعوبة، الردي وحده مسؤول عن عمله. ولولا استهتار السلطان ما وصل استهتار لأدنابه. أنت سمعت عن الحريم وعن الجواري وعن الذهب اللي عم يشتروا فيهم السلاطين الجواري؟ شي من البلغار وشي من السقالية وشي من الأورام. شو هاد؟ الله سبحانه وتعالى خلقنا أحرار. العبودية من صنع شر الإنسان، والظلم من النفس الأمارة بالسوء. مين اللي عطى الأرض وفلاحينا للعجوري؟ فرمان شرعي من السلطان. من السلطان بس ماله شرعي. شنو لك عمي؟ رح تجننوني. الأرض للفلاح مو هيك؟ للفلاح الأرض من حقك ومن عرقك أنت وبتخصك أنت. الله أكبر الله أكبر، اليوم يومك يا عتوم. عتوم يا كلب القصر، ياما نام ولادي جوعانين وبطنك مليان. لك من شان الله من شان الله وصفوا لي شرشحة عتوم، آكل الفايز دباح الفقراء والمساكين. عجوري. نعم يا بيك. خاشو ما رجع. انا مستغرب مثلك يا بيك. انت قلت لي انه الختيار مسعود اذا وعد بيوفي. وين قاعدين بنتي؟ Thank you.
شايف عاشوري؟ شايف الجمال والقبح سوا، الشيطان والملاك سوا.